من المقرر أن تبدأ خلال الساعات القليلة القادمة المراحل المتبقية من عملية إجلاء الأطفال ومدربهم العالقين في كهف تحت الأرض غمرته المياه في تايلاند. ونجح الغواصون أمس في إنقاذ 4 من بين 12 صبياً عبر ممرات ضيقة مغمورة بالمياه. ومع حلول الليل توقفت عملية إنقاذ الفتية الثمانية المتبقين ومدربهم على أي يتم استئنافها اليوم.